السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الجماهير المغربية عامة والودادية خاصة. اليوم نتكلم بشكل طفيف على أن محمد أوناجم أنه كيتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في أهداف الوداد بمعنى الأسيست، التمريرات الحاسمة، بحيث محمد أوناجم عزز أمس الثلاثاء الحصيلة ديالو من التمريرات الحاسمة ورفقة الفريق الأحمر بعدما ساهم في هدف كتيبة المهدي النفطي في شباك الدفاع الحسني الجديدي. وبالتالي أوناجم صنع في مباراة أمس ضد الدفاع الحسني الجديدي الهدف للوداد للمرة 30، يعني تمريرة رقم 30 من التمريرات الحاسمة، بعد واحد العرضية اللي كان قدمها الجونيور سامبو والتي كانت هدف لصالح الوداد في حدود الدقيقة 28. وبهذا والنجم كيتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في أهداف الوداد برصيد 30 تمريرة حاسمة، بينما يحتل وليد الكرتي الوصافة ب 23 أسيست، ثم إسماعيل حداد ثالثا ب 19 أسيست، وبديع أوك رابعا ب 17 تمريرة حاسمة، وفابريس أونداما في المرتبة الخامسة بعد مساهمته في صناعة 14 هدف، وباكاري كوني سادسا بنفس الرصيد من التمريرات الحاسمة. ثم كيتواجد رضا الهجهوج في المركز السابع بعد تقديمه 13 تمريرة حاسمة مع الوداد، ومن بعده كاين أيمن الحسوني اللي قدم 12 تمريرة حاسمة، وعبد اللطيف نصير 10 تمريرات حاسمة، ثم سعيد فتاح في الصف العاشر بعد ما قدم 9 ديال التمريرات الحاسمة. موضوع خفيف، إطلالة خفيفة فيها مجموعة من الإحصائيات اللي كتذكرنا باللاعبين اللي كانوا في الوداد الرياضي وليتهم كيتعاودوا في هذا الجيل، مثلا باكاري كوني، مثلا فابريس أونداما، اللعابة اللي مبقاوش، إسماعيل حداد اللي مبقاوش هاد الوقيتة هادي. نتمنى إن شاء الله مع مرور الوقت يبانوا بحال ما هاد اللعابة في التشكيلة الحالية للوداد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.